اضغط اضغط يا ابني اضغط. هل عليه حلق يسترك. معلش معلش يا رجاله معلش معلش نعوض الماتش الجاي. احنا احسن احنا احسن. معلش شايل خمسه وبقول احنا احسن. انت ليه يا كابتن ما نزلتش مصطفى؟ اظن المدرب ونحقق اقول مين اللي ينزل ومين اللي ما ينزلش. يا اما تيجي تدرب انت احسن. انت مالك عايش كده زور حسن شحاته؟ ما كنت نزلته جربته. إيه ابنك لسه ما جهزش. إيه قدام وقت. قدام وقت على الدكه يعني؟ ما تدخلش في صلاحياتي. صلاحياتي يا عم جوزيه؟ الواد دايما يقول انك مضطهد وانا ما كنتش مصدقه. إيه الماتش مش ماتش. إيه الماتش مش ماتش. بتتكلم كانك مدرب بجد يعني. احترم نفسك. انا عارفك بتقول الكلام ده عشان عمك. قول كده بقى. على الاقل عمي لما كان بيدربك كان بينزلك تلعب وانت مالكش فيها. وانت ابنك اصلا اللي مالوش فيها. ده انت راجل قلبك اسود، عيب، ده انت قدوه. عمك برضه مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. له فيها. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. انا بقول لك له. 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 مالوش. له. ولا يهمك يا ديشة. احنا هنشوف اكاديمية احسن من دي. خلاص يا بابا الدوري ابتدى. حتى لو ابتدى، شوف لو حصل ايه. هلاقي لك اكاديمية وهتتعلم وهتتدرب وتلعب وتكسر. باشمهندس حسن. باشمهندس حسن. حضرتك لو لقيت اكاديميه تانيه قول لنا، عايزه ابقى معاكم. نعم. قصدي يعني عبد الرحمن ومصطفى يكونوا مع بعض يعني. وبصراحه الاكاديميه هنا بقت وحشه قوي قوي. لا حاضر، ان شاء الله نلاقي حاجه كويسه ان شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك بس علشان بس يعني نطمن، يعني نبقى اكلمك كده واتابع معاك. اتفضل اتفضل. وانت مامتك فين؟ ليه ما بتجيش معاك؟ انا مامتي بتكون في الشغل وبعد الدور بتقعد مع اخواتي. وانت باباك فين؟ انا بابا مطلق ماما. هارد لك، تتعود الماتش الجاي عادي بقى. انا بطلب حضرتك اهو. سجلها بقى. اوكي سجلها. هتصل بيك. ها لا 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 خالص، انا لما الاقي الاكاديميه ان شاء الله هكلم حضرتك، ما تتعبيش نفسك. حاضر. طب يعني هكلمك. يلا يا ولاد باي باي باي. هستنى تليفونك ان شاء الله. انا هعمل لك شويه سبانخ هينسوك اي حاجه. ربنا يخليك ليا يا بابا وتلاقي لي اكاديميه. يا عم هنلاقي. لاش بابا، تعرف ان شيماء دي بتكراش عليا؟ مين شيماء؟ ويعني ايه بتكراش؟ شيماء اخت عبد الرحمن. كنا واقفين معاها. ده احنا هنشوف ايام زرقاء. ومامتها بتكرش عليك. انا قلت اقول لك. ايه رايك؟ باين عليا؟ يعني عايزه ريم بعد كل اللي انت حكيهولي ده ما يبانش عليكي؟ اكيد باين. بجد باين. فرشور. بس هو السؤال دلوقتي، جوزك قال ايه؟ قال مش بطال. نو، بعد كل ده مش بطال؟ اتكلموا على ايه؟ فهموني. انت مش بقالك شهر ونص ما شفتيهاش؟ ايوه صح، كنت فين؟ خلاص عليكي يا ناديه، كل ده ما حسيتيش بغيابي؟ هو انا دماغي فيا؟ انت لو عندك اربع بنات هتفهمي. ربنا يكون في عونك بجد. قولي لي كنت فين؟ عملت التامي تاك. ايه التامي تاك؟ دي عمليه لشد البطن لازاله اثار الخلفه والرهرطه والحاجات دي. شفت دهون يعني؟ لا مش شفت دهون، ده شد وشيل طبقات. بس اتمنعت من الحركة أربع أسابيع ولبسوني بقى بدلة زي بدلة الغطس كده ستريتش، وقعدت ما قلعتهاش شهر بحاله. إيه المرمطة دي يا بنتي؟ لا وفي الآخر يقول لها مش بطال. وعملتي كده ليه أصلا؟ يعني أنا قلت تجديد علشاني وعشاني. لا حبيبتي، أنت عاملي كل اللي أنت نفسك فيه بس عشانك أنت بس. أنا ببقى راجعة من عند الدكتور التجميل ومغيرة في خدودي وشفايفي، يقول لي مالك وشك ورم كده ليه؟ نخرج الاقيه بيبص على الستات اللي عاملين نفس اللي انا عاملاه بالظبط. والله انتوا دكاتره التجميل بتوعكم دول مستغلينكم اوحش استغلال. يعني انت ما عملتيش حاجه كده ولا كده؟ عامل لمين وليه؟ علشان مثلا تتجوزي. مين العبيط ده اللي هيتجوز واحده عندها اربع بنات اصلا؟ ولو لقيته ابقى انا عبيطه واكرر نفس الماساه تاني؟ يا شيخه بكره اتجوزيهم هتفوقي لنفسك. لما اتجوزهم هيبقى خلاص تو ليت. وريني كده. حلو بس مجنونه. ايه
ده بس ابو ايه ده مدرب حمار طول عمري بيقول عليه كده. طب طالما انت عارف ان حمار دخلت مصطفى معالي من الاول. لما جبت مصطفى ما كانش هو اللي بيدرب. حلو ده حلو. شوط من عند شوط شوط باص 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 ايه الكره مش معاهم اصلا. هلا معلش معلش احنا احنا لا اله الا الله. ايه يا علو ايه بقى الموضوع المهم اللي عاوزني فيه؟ هقول لك بس عايزك تبقى مركز معايا. يا سيدي مركز قول. عارف صيدليه الدكتور عوض اللي في شارع 9؟ عارف. اوعى تقول لي انك عاوز تشتغل هناك. على فكره الصيدليه اللي انت فيها احسن بكتير جدا. صيدليه الدكتور عوض دي مليانه ناس موظفين بيشتغلوا. المكان اللي انت فيه الاستفاده اللي تطلع بيها احسن بكتير، حتى لو هناك يدوك مرتب اكبر. مرتب اكبر واصغر ايه يا بابا؟ انا مش عايز اشتغل هناك اصلا. ما انت عايز ايه؟ الصيدليه دي معروضه للبيع ب 7 مليون جنيه بس. بس؟ تصدق رخيصه. دي فرصه العمر، فرصه العمر لينا كلنا. دي اقدم واكبر صيدليه في المعادي، يعني زبونها مضمون. وكمان صاحب الصيدليه عايز يبيعها بالاسم والرخصه كمان، مشروع كسبان كسبان. انت عبيط يا علي. انا معايا 7 مليون ولا حتى مليون منين؟ ما انت عارف اللي فيها. احنا عايشين على قد مرتبي وأراضي الارض. لا معاك 7 مليون واكتر من 7 مليون بكتير كمان. لو اللي في دماغي صح هزعل يا دكتور. لا صح وما تزعلش لان انت اجلا ام عاجلا هتبيع. علي قفل على الموضوع ده خالص. اقفل ليه بس؟ عايزنا نبيع الحاجه الوحيده اللي فاضله من ريحه اهلي. وهنعيش ازاي؟ نعيش ازاي يعني ايه؟ يعني انا واخواتي هنجيب شقق ونعيش ازاي؟ البيت ده ارضه تسوى اكتر من 50 مليون جنيه، ده غير البنا. يعني لو بعناها وقسمنا الفلوس دي علينا انا واخواتي نبدا حياتنا ونرتاح وانت كمان. انت عايز تورثني بالحياه يا علي؟ طب استنى لما يحصل لوحده وتورث يا كبيري. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ انا اللي بقول، انت اللي بتقول، حتى لو ما نطقتهوش باين في عينك وانت بتتكلم. باين ايه في عينيا يا بابا؟ انا عايز اريحك من همنا، عايزك ترتاح. احنا لو خدنا الصيدليه دي هنعيش ملوك. انا مش عايزكم تعيشوا ملوك. امال انت عايزنا نعيش ازاي يعني؟ عايزكم بني ادمين عاديين بتشقوا على اللي انتوا عايزينه وتحققوا بمجهودكم. وبعدين بفرض لو انا بعت، رغم ان ده مستحيل بس فرضا يعني، هديك فلوس تفتح صيدليه؟ خبرتك ايه تفتح صيدليه وانت في السن ده؟ خبرتي دراستي وانت عارف ان انا شاطر جدا. يا حبيبي الدراسه حاجه والواقع حاجه تانية. ده مرمطه. مرمطه ايه بس يا بابا؟ ايوه يعني وقفتي اول ما اتخرجت من هندسه في الموقع مع المقاولين هي نفس وقفتي بعد 25 سنه خبره؟ انا مطلوب مني اقعد 25 سنه اتمرمط في صيدليات ناس تانية عشان في الاخر اكون زيك؟ مين قالك ان انا عايز اكون زيك؟ قوم امشي علي قوم قوم. انا اسف يا بابا بس انا مش مقتنع باللي انت بتعمله ده. ان شاء الله عنك ما اقتنعت. شكرا. العفو. ولا على فكره انا كنت ممكن اعلم عليك قدامها بس ما رضيتش. تعلم على مين يا نجم؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. انا بس جاي اقول لك لما تحب تعمل دكر وتيجي تعمل نمره ما تجيش تعملها عليا انا. وزي ما قاطرت عليا انت واصحابك في الكافيه الصبح هردها لك. بس انا بقى هعلم عليك. كسروا عليا يا ولاد. ده بيتي. ده غير بقى عارف انت غرور كده غير مبرر وعجرفه فارغه. ده طاهر. طاهر يا ولادي انا هوريك. تعالين يلا يا ولاد الكلب. يلا يا ولاد الكلب. خدني اسيبك. يا نهار اسود يا نهار اسود. اخوك بيبي عامل ايه؟ وراك ايه؟ تعبتك معايا يا عم. تعبك راحه. بقول لك ايه ده انت لقطهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى؟ هو الاوردر لمين؟ لمراد صح. ايه الدنيا؟ وانت بتجيب بضاعتك منين؟ إيه؟ ليه؟ لا عادي اصل حاجه نظيفه يعني. ليه كم واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطوني وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل. ولا ايه يا عم شيكو؟
يعني التيشيرتات دي جالك من بره؟ ايوه. هو فيها شيء؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حاسس شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط بس صاحبي قلق شويه، ما تقلقش. انزل يلا انزل يلا. ايه عايز افهم في ايه؟ فهمني في ايه طيب؟ انزل يلا. ايه الحاجات دي؟ ايه دول؟ انت نسيت فهمني في ايه؟ تعالى فهمني. قول لي كام مره؟ فهمني. حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانية اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدي يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجله خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ النهار اسود. انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوز اعمل محضر نفسي. ده اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزم بيه. اقف هنا ما تتكلمش. عاوز عزم بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13، لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضره الضابط، ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا، لازم ادافع عنه، وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزم بيه دلوقتي. عزم بيه ماشي، هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى ايدك يا فندم. اللي هو بيقول هو اللي حصل، العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. اه وفي ايه النهارده؟ يا عم جد بيه، العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم نشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي هي ضعف حظ. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.